مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. قرارات من البابا توادروس وهي شديدة اللهجة، بعد ظهوره في برنامج بحلقة عن العري في الأفراح، أو بمعنى أدق عدم الاحتشام بالأفراح لفظيا يكون أفضل. البابا توادروس يوقف كاهنا عن العمل ويحيل للتحقيق بعد حديثه عن الاحتشام. أقباط مصر، الكاهن نسى دوره الرعوي أو التوعي في كنيسته واتجه للإعلام. أثار ظهور القس شنودة منصورة كاهن كنيسة العذراء بالسلام ببرنامج العديد من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط المسيحية، بعدما ظهر مدافعا عن قراراته بعض الإبراشيات التي أددت بإيقاف سر الإكليل أو الزيجة حال عدم التزام العروسين والمدعوين بالاحتشام، وهو الأمر الذي أغضب جموع الأقباط وصور الفتيات المسيحيات بغير المحتشمات. وردود الأفعال الغاضبة دفعت البابا توادروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقرار القرار البابوي رقم 7 بإيقاف القس شنودة منصور عن العمل ومنعه من ممارسة كافة الأعمال الكهنوتية لحين التحقيق معه. كذلك فإن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة أعرب عن ثقة كنيسته في سلوكيات الفتيات القبطيات، مؤكدا أن تحذير بعض الإبراشيات من الملابس العارية يدخل في إطار المسؤولية الرعوية للكنيسة. من جانبه اعتبر فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر أن الكاهن أخطأ حين طرح الموضوع للرأي العام في الإعلام متناسيا دوره الرعوي داخل كنيسته، من خلال النصح والإرشاد والافتقاد والرعاية المستمرة لحالات العري التي تحدث عنها في البرنامج. وطالب يوسف في تصريحات لليوم السابع البابا توادروس بمنع ظهور الكهنة في وسائل الإعلام دون الحصول على إذن خطي من الكنيسة أو مركزها الإعلامي، مؤكدا على ثقته في عدالة التحقيقات التي ستجريها الكنيسة مع الكاهن. أما مينا ثابت مدير برنامج حقوق الأقليات بالمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، فوصف قرار البابا توادروس بالقرار الحكيم متناوبا بتوسيع رقعة التحقيق لتشمل كل من أصدروا تلك التعليمات والنشرات بالكنائس من الأساس، مضيفا الأزمة هي تسرب لفكر خاطئ ولا يمكن اختزالها فقط في شخص الكاهن الموقوف. وتابعته تحت تلك الأزمة أيضا قضية تعامل الكنيسة ورؤيتها للمرأة وإلى أي حد ينقل للثقافة المجتمعية التأثير سلبا على تعاليم الكنيسة مستقبلا ومستكملا في الأونة الأخيرة. تسريب الكثير من الأفكار الذكورية التي تميز سلبا ضد المرأة، وهنالك اعتقاد سائد بين أجيال من رجال الدين حول بعض التفسيرات المغلوطة لوسائل أو رسائل بولس الرسول التي يجب توضيح موقف الكنيسة رسميا منها. كان الأنبا بنيامين مطران المنوفية قد أكد في حوار لليوم السابع أن الكنيسة تمنع الرقص أو العري أثناء حفلات الزفاف لأنها لا تليق بالسر المقدس. تصريحات شديدة للبابا توادروس، تصريح متناقض. البابا يصدر تعليماته بإلزام بارتداء ملابس لائقة في المناسبات وحفلات الزفاف وحرصا على هيبة الكنيسة. من موقع فيتوك 5، البابا يصدر تعليماته بإلزام النساء بارتداء ملابس لائقة في المناسبات وحفلات الزفاف وحرصا على هيبة الكنيسة. البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تناول مجددا ملابس النساء بالكنيسة، لكن هذه المرة عبر تعليماته أصدرها لأساقفة الكنيسة. مصدر كنسي كشف لفيتو أن البابا أصدر فرمانا سريا لأساقفة الكنيسة طالب فيه بضرورة إيجاد صيغة تلزم النساء بما وصفه بالحشمة داخل الكنيسة. وأوضح المصدر أن البابا عبر عن انزعاجه الشديد من ملابس النساء التي تعرضن للمضايقات والمعاكسات، بل تجلب اللوم إلى الكنيسة خاصة في حفلات الزفاف. البابا توادروس دائما كان يحض على ارتداء الملابس الملائمة في الكنائس، مشيرا إلى أن الملابس تعبر عما في القلوب، لكنه في الوقت ذاته كان يتعامل مع الأمر من منطلق
أن الملابس أمور شخصية لا يجب الحديث عنها، غير أن موقف البابا تغير إلى التدخل المباشر بإصدار تعليمات خاصة بالتوعية بالحشمة، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها البابا تدرس شخصيا فيما يخص بملابس النساء. فرمانا للبابا وقد وجد تجاوبا سريعا من قبل أساقفة الإبراشيات، وعقدت اجتماعات وضمت مجمع الإقانة بكل إبراشية على حدة لمناقشة آليات التوعية. وخرج البعض بمقترح إطلاق حملة في الكنائس بعنوان لبس بنتك، لكنها لم تخرج للنور بعد. مصدر كنسي طلب عدم ذكر اسمه قال إن تعليمات البابا فيما يخص بملابس النساء تقف في منطقة لفت الانتباه خاصة داخل الكنيسة فقط، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات خافتة من البعض حتى لا يوصف القرار بالسلفي، خاصة أن التوعية موجودة منذ فترة واستمراريتها قد تصيب البعض من النفور والبعد عن الكنيسة. وأوضح المصدر أن بعض النساء يقبلن النصيحة بدافع الحفاظ على هيبة ووقار الكنيسة والحفاظ على مظهرهن، لكن في النهاية الضحية في الحالتين الكنيسة والكاهن. فإذا حدث النفور يكون السبب قمع الكنيسة وسيطرة الكاهن السلفيين، وإذا وافقوا يكون الكاهن قد سيطر على الناس وسلبهم حقهم في حرية التصرفات والكنيسة في حيرة. وأكد أنه لا توجد طريقة لتطبيق قرار في هذا الشأن، فمن الذي يملك التقييم وتحديد أن هذا مناسب وذلك معيب، مشيرا إلى أن الأمر يقتصر على النصح والإرشاد والتوعية فقط بدلا من القرارات، خصوصا أن الأمر يتعلق بالمرأة، خاصة أن كنائس المهجر قد اتخذت قرارات في هذا الأمر والسيدات التزمن بها. أهمية التعليمات تأتي من قيمة مصدرها، فللمرة الأولى التي تدخل البابا شخصيا في هذا الأمر، وكانت في السابق هناك محاولات فردية حيث أصدر الأنبا يؤنس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط قرارا بضرورة التزام المصلين بالملابس اللائقة للدخول للكنيسة. أسقف أسيوط قرر تفعيل قرار منع غير المحتشمات من دخول الكنيسة، واستند في قراره إلى الكتاب المقدس الداعي إلى تكنس يتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام لله كثير الثمن. ونبه أسقف أسيوط أيضا على الشباب والفتيات بعدم ارتداء البنطلون القصير أو المقطع، وشدد على مسؤول الكشافة متابعة تنفيذ القرار، كما أن خدمة السيدات بالكنيسة قامت بحياكة الجواكت مغطاة الأكتاف المعروفة بالبلور أو بالبلورو والجنلات الطويلة الواسعة لتحتفظ بها خدمات الكشافة عند البوابات الخارجية للاستعانة بها عند الطلب من الفتيات والسيدات قبل الدخول إلى الكنيسة لحضور المناسبات والطقوس الكنسية، خاصة صلاة الإكليل المقدس وإعادتها مرة أخرى عند انتهاء الصلاة والخروج من الكنيسة. كما أن الأنبا بشوي مطران دمياط وكبر الشيخ أصدر تعليمات لجميع الكنائس بالمطرانية بمنع الفتيات فوق 11 عاما من وضع المكياج وارتداء البنطلونات والبلوزات وأثناء التناول. كما أن الأنبا بم وأسقف السويس وزع نشرة على الكنائس التابعة للإبراشية طلب من خلالها سياداته بالاحتشام في الملبس خلال حفل دور المناسبات المختلفة بالكنيسة. مطرانية هنا أيضا طلبت السيدات بضرورة الالتزام بالحشمة والوقار حال دخول الكنيسة، خاصة في صلاة إكليل الزفاف، محذرا من أن مخالفة ذلك يترتب عليه منع المراسم الصلاة ووضع الأنبا بم ومحاذير خلال حفلات الزفاف وقدسات الأكاليل لتشهدها كنائس الإبراشية، مشددا على إلغاء زينة الكنائس والأفراح والأكاليل مع دفع حارز الإكليل وغرامة التأخير. يسترد عند عدم الالتزام بالموعد المحدد، وأكد ضرورة الالتزام بالاحتشام في الملابس عند حضور المناسبات المختلفة خاصة الأفراح للعروسين والمدعوات، ووفر الأنبا بم وإرداء رداء ترتديه النساء التي يحضرن بملابس غير محتشمة من باب الكنيسة الخارجي إلى نهاية صلوات الإكليل، وذلك حفاظا على الخشوع والإملاء. تحذيرنا من البابا تودروس ونصيحة منه لكل المسيحيين. قال البابا تودروس الثاني في 7 مايو 2018 أن أكثر دون ستقف يوما أمام الله وليست نفوسنا فقط. وأضاف البابا تودروس خلال رسالة اليومية بل الله سينظر إلى أعضائنا وكيف استخدمناها، لذلك يا حبيبي اجعل جسدك وجميع حواسك نافعة. الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة، يوحنا 5:24 ويوحنا 5:29، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ولأول مرة البابا تودروس يتحدث أيضا عن كل
شيء والاحتشام والجمال. شكرا لسيدنا وقداسة البابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية على توجيهه لفتياته ودعواته والتوعية والإرشاد لفتياته المسيحيات والشباب. كل الشكر وكل الحفظ. أرجو أن لا أحد لا يفهمني، ولكن الكنيسة في نزاع، لأن هناك الأشخاص منهم من يستجيب ومنهم من يرفض. وننصح دائما بناتنا وأولادنا الاحتشام داخل بيت الله داخل الكنيسة، لأن الله بداخلها والله يرانا، ونحن أجساد الله خلقنا على صورتنا ومثاله، ونحن نمثل الله. الله هو أبونا وإحنا أولاده، ولا يصلح أن يكون الأولاد عكس الأب. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، والابن مثل الآب في الفضيلة بكل شيء جيد، لأن أبانا قدوس وقال كونوا قدسين لأن أباكم الذي في السماء قدوس. شكرا لكم أحبائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمين.